التعامل بقى هناك زي عندنا هنا كده ولا لا؟ يعني اللعيبه هناك زي يعني احنا هنا انت ايه زي ما انت بتعمل تشوف سكس مع سعد بتهزر مع مش عارف مين بتضحك مع بركات تزقوا في بعض هناك في كده كده لا لا هناك الناس عايزه تعرف لا لا هناك هناك لاسعين خالص يعني برضو في ناس لاسع منهم خالص في ناس بركات وفي ناس وائل جمعه اللي عينيه بتحمر الساعه واحده لا ده بقى ده مش موجود الضغط ده بقى اللعيبه هناك انا بتكلم عن النوم بدري ان وائل بينام بدري لا النوم النوم بدري لا النوم بدري اللعيبه كلها بتنام بدري فعلا والله قول يا نجم انا قبل ما اجي النهارده انا مبوظ يومي ما انا عارف معلش خاطر جمهور لا طبعا طبعا لا اللعيبه هناك محترفه محترفه وقت الاجازه بيبسطوا جدا جدا فوق ما تتخيل وقت الشغل شغل نوم بدري في الماتشات اغاني ويرقصوا في الاوضه ومفيش ضغط ومفيش اي حاجه خالص تنزل ماتش تلاقيها ياكل حاجه ثانيه خالص خلاص ده شغلي مش الحكايه مش حكايه تلاقيها تنشنه بقى قبل الماتش ومش موجود الكلام ده بره قوي يعني حد بيقول لك ان شاء الله هنشوفك محمود خلف بيقول لك هنشوفك يوم في الايام هداف الدوري الانجليزي ان شاء الله لما يرجع بالسلامه يبقى افضل هداف الدوري الانجليزي كمان سؤال وان شاء الله تروح المان يونايتد انت لعيب كبير تروح المان يونايتد قريب بالتوفيق يا ابن بلدي ماشي منور بيتك يا تزيجو تستاهل تكون في اقوى انديه العالم بس ما فيش كلام حصل على انضمامك لنادي ليفربول لا 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 لا, لا. محمد تريزيجيه تريزي نفسي تلعب نفسك تلعب جنب مين في الدوري الانجليزي نفسي العب جنب العب اي العب وخلاص العب بالظبط اهم حاجه العب أهم مش حاجة عايز اقول فريق معين عشان انا زي ما قلت لك كابتن اسلام الفريق اللي يحتاجني العب معاه مش هيحتاجني نفسك لو مثلا ميسي بيلعب في الدوري الانجليزي تلعب جنب صلاح تلعب هو انا بلعب مع صلاح في المنتخب فخلاص كفايه كده حلوه قوي عليا كده بيهرب هو من معلش يا جماعه الاسئله دي اللعيبه اللي كنت نفسي العب معاه لعبت معاه الحمد لله ابو تريكه بركات حسام غالي حسام عاشور احمد فتحي الناس دي كلها طبعا لعيبه لعبت كبار صلاح حجازي النني يعني انا مثلا في موقف النني وصلاح صلاح في يوم قال لي ما تجيب التيشيرت بتاعك احنا قاعدين على الاكل بتتكلم بجد ولا انا عايز تيشيرت قاسم باشا قال له عايز تيشيرت بتاعك فهي معاك قلت له قلت له اجيب لك واحد يا عم ده لو مش معايا سافر تركيا واجي هو المشكله ان اللعيبه كلها طلبت منه تيشيرت الا انا الوحيد اللي ما طلبتش منه تيشيرت من محمد احنا انا قريب منه بس انا عمري ما قلت له التيشيرت بتاعك وانا ما بلعبش في انجلترا قلت له قلت له بص انا عارف انت قصدك ايه بس انا مش هاخد منك التيشيرت بتاعك ده غير وانا بلعبك انا حاطط هدف قدامي فما بوظوش قلت كده والله قلت له ما تبوظش قبل ما تروح هو والنني الاثنين قبل ما تروح انجلترا انجلترا وانا في قاسم باشا الاثنين قلت لهم قلت لهم انا نفسي في التيشيرت بتاعكم بتلعبوا في فرق كبيره ورافعين اسم بلدنا بس انا مش هاخد منكم التيشيرتات دي غير وانا بلعبكم وحصلت واحد خد 7-2 واحد خد 3-0 غلبوا الاثنين يعني خدوهم ادوني خد ده ابعد عننا عايزين النني بعد ماتش بسلم عليه بقول له الله كبروا معلش انا بصيت كده قال لي امشي ابعد بس طب التيشيرت طب قلت لك على اللي مفيش تيشيرت امشي طبعا هزار يعني لا هزار طبعا يعني طبعا هو انني متاثر ان هو مجنون 3-0 في استاد الامارات ملعبهم وليفربول 7-2 فطبعا 7-2 ده اللي كان انت عملتها ازاي دي؟ عملت ايه الماتش ده؟ لا الماتش ده شفت صلاح بعد الماتش عملت ايه؟ ما انا شفته قال لي خلينا جوه خش جوه خش جوه جوه دي يعني بس انا كان حلمي ان انا قلت لهم هاخد تيشيرتات منكم وانا بلاعبكم ده كان اول ده كان هدفي وخدت التيشيرت منهم وانا بلاعبكم ده كان ثالث ماتش في الدوري 7-2 ده كان ثالث او رابع ماتش انا فاكر في الوقت ده نتيجه مزلزله كانت صعبه كانت حاجه صعبه هو كان متضايق مني كده عشان انا بقول للعيبه كمان هاتوا كمان هاتوا كمان بجيب الكره بقول الله تاني